النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم. الاستمرار في دراسة الفرص والعوائق أيضاً لتمكين النساء والفتيات أمراً أساسياً إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي. يعتبر تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن 21. 8 من آذار مارس اليوم الدولي للمرأة 2022 وشعاره المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام.